أنا عشت في مدينة سربنانيتشا في البوسنة، وشفت المجازر، وشفت المجازر السربية والبوسنة، وهنا عشت اليوم أنا نازح من غزة هان في المخيم الجديد في النصيرات. هنا المجازر أفظع بكتير، هنا الناس نيام وأطفال ومساجد، شايف كيف، ودور رياضة أطفال وناس نايمة وكبار السن ومستشفيات وعيادات كلها بتنقصف على الناس أثناء الليل، هم عبارة عن مدنيين، ما فيش حاجة تهدد أمن إسرائيل. هنا المنطقة هذه لا عسكريين ولا شيء، إحنا بمنطقة مدنية. ذكريات حلو، كل زاويه في الدار فيها ذكريات بتجنن احلى من الثانيه. طبعا بلمح البصر اجوا اليهود ومحوا كل هذه الذكريات الحلوه، صارت ابشع ذكريات فوق ما هم راحوا اخواني كمان الدار. معروف المغراقة من الزهرة من حارة الملالحة، مش معروف المنطقة، مش معروف المنطقة حاطين هادي على هادي، مش معروف البحر من خط صلاح الدين، مش معروف.